السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجه الكريم على آله. أهلا أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات في باب نور على شاشة قناة هي. بيسعدني ويشرفني أكون مع حضراتكم يوم الجمعة والسبت من كل أسبوع الساعة 3 عصرا بتوقيت أم الدنيا. تقدروا تشوفوا حلقاتنا كاملة على يوتيوب أو من خلال الفقرات المقطعة على صفحات قناة هي أو قناة هي لايف أو صفحتي الرسمية على فيسبوك وإنستجرام. ودلوقتي وإحنا بنتكلم البث المباشر موجود على صفحة قناة هي وقناة هي لايف وصفحة نانسي توفيق الرسمية على فيسبوك، يعني أي حد بيتفرج علينا من أي مكان في العالم مش هيتوه. لو مش على النايل سات يقدر يلاقينا على فيسبوك بإذن الله في نفس التوقيت وعلى الهواء مباشرة معاكم دايما إن شاء الله. وعدناكم اننا في حلقة الزواج التاني اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده ان الموضوع مش هينتهي وان الخلاف مش هينتهي، بس احنا مكملين في الملف ده عشان نطرح مواضيعه كلها، كل استفساراتكم والمخاوف بتاعتكم والحاجات اللي بتتعرضوا لها انتوا في المجتمع حابين تعرضوها معانا في البرنامج او تسألوا مشايخنا. مفتوح قدامكم دلوقتي التليفونات، تقدروا تتواصلوا على ارقام تليفون البرنامج وان شاء الله ربنا يقدرنا ونلبي كل اتصالاتكم. الرسائل اللي جات لنا بعد الحلقه اللي فاتت والاسئله اللي هنحاول بقدر الامكان نجاوب عليها مع فضيله الشيخ عبده الازهري من كبار العلماء الازهر الشريف، وارحب بيه حالا. بس اهم حاجه كل اللي بيتفرج علينا دلوقتي وحابب يشارك في البرنامج يرفع سماعه التليفون ويكلمنا، عايز اسمع تجاربكم في موضوع الزواج الثاني. خلوني ارحب بفضيله الشيخ عبده الازهري، منور الدنيا مولانا. منور دكتور، ربنا يبارك عمرك. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يبارك عمرك. بيسعدنا والله تواجدك معانا في باب نور. الله يسعد قلبك رب. جميعا يا رب. اللهم امين. مولانا، احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت على تعدد الازواج وجالنا اتصالات ناس مع وناس ضد، ده غير بقى السيول اللي جات لنا على السوشيال ميديا، الناس اللي انتوا بتضطهدوا الزوجه الثانيه، انتوا متضايقين ليه من الزوجه الثانيه، انتوا دايما كاعلام بتطلعوا ان الزوجه الثانيه دي زي ما استخدموا اللفظ ده خطافه رجاله، انتوا مش عارفين الحاله اللي الزوج بعد الزيجه الاولى بيلجا فيها للزواج الثاني ليه. اللي انا بوضحه قبل ما اسال فضيله الشيخ عبده الازهري، احنا مش مع حد ولا ضد حد. احنا لما بيدخل لنا اتصال من واحده ست اتظلمت 35 سنه وهي شقيانه مع جوزها وفجاه سابها من غير سبب، لازم نتعاطف معاها ولازم نشوف ايه اللي حصل عشان نقدر نجاوبها، لان احنا مش مع ظلم الناس، وفي نفس الوقت ما بنجيش على حد تاني لجأ لسبب شرعي انه يبدا حياه كويسه. مش كل زوجة تانية خطفت رجالة ومش كل زوجة أولى هي السبب في فشل الزواج فخلت جوزها يروح يتجوز بره، كل حالة وليها ظروفها. ولكن بنتكلم، هل النهاردة لما بنسمع حتى في الهزار وفي المسلسلات والناس وهي ماشية في الشارع يقعدوا يقولوا الشرع حل الأربعة، طب حضرتك عرفت الشروط الأربعة دول إيه؟ حضرتك بتقول الشرع حل الأربعة وخلاص، فعايز تتجوز دي عشان شكلها حلو ودي علشان زهقت من الأولانية ودي أصل الأولانية والتانية زهقت منهم فجوز التالتة، مش في أسباب؟ اتكلمنا في الأسباب دي مع فضيلة الشيخ عبده الأزهري في الحلقات اللي فاتت. النهاردة في حلقتنا بإذن الله تعالى فاتحين الاتصالات لحضراتكم وعايزة من فضلكم أعرف تجاربكم عاملة إزاي. الاتصالات اللي جات لنا كلها كانت ضد الزواج التاني، ان الناس مقهورة واللي وقفت مع جوزها واللي سندته واللي صرفت عليه واللي خلته يبني مستقبله وفي الاخر سابها وخد فلوسها، ده الجانب ده. وروني بقى، مش انتوا بتقولوا ان الزوجة التانية في ناس بتبقى بتنقذ بيوت من الانهيار؟ انا عايز اشوف النماذج بتاعة الزوجة التانية في حلقة النهاردة من فضلكم. استاذة فاطمة من فضلك تدخليلي على التليفونات، من فضلك عايزة الحالات بتاعة الزواج التاني اللي كانوا منتظرين من حلقة الأسابيع اللي فاتت بعد إذنك. فضيلة الشيخ عبده الأزهري، حضرتك حبيت تبدأ الحلقة النهاردة بسؤال الأحكام الفقهية للزواج التاني، إمتى يكون الزواج التاني حلال وإمتى يكون حرام شرعا، وإيه الوضع في الموضوع ده؟ هو طبعا يعني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. احنا عندنا الإسلام دين منطقي جدا ومش بيتعامل مع الناس كلها بمبدأ واحد، يعني مفيش حاجة اسمها مبدأ صحيح في الحياة، اسمها المبدأ المناسب في الحياة.
ده ينفع معاه تعدد وده ما ينفعش معاه تعدد، ده التعدد في حقه مباح، حب يعمل كده ماشي، ما حبش خلاص. في واحد تاني التعدد في حقه واجب. وخلي بال حضرتك الأحكام الفقهية اللي هي الواجب والحرام والمكروه والمستحب ممكن تكون في الزواج الأول وممكن تكون في الزواج الثاني. يعني مثلا عندنا واحد متزوج زوجة نظيفة جدا، جميلة جدا، شاطرة جدا في شغل البيت، مهتمية بالأولاد، ولكن هو احتياجاته ورغباته أعلى من قدرات هذه الزوجة مثلا، وهو ماديا أموره ميسرة ويخاف على نفسه من الوقوع في الحرام. ده لو هو مش عايز يتزوج فهو آثم. ليه؟ لأن لو لم يأخذ هذه الخطوة في الحلال وقع في الحرام. طب عندنا واحد تاني ما عندوش قدرة مالية، يعني شوف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني اللي قادر على مصرف البيت، عنده طاقة نفسية إن هو يدير البيت، عنده قدرة على الحياة الزوجية فليتزوج ما يتأخرش. ومن لم يستطع ما قالوش بقى توكل على الله وإن شاء الله يعني لما تتجوز الرزق هيجي، لا، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يبقى لو ما عندكش مخرج شرعي ما تقعدش بقى ايه تخرب بيتك الاولاني ومش هتقدر تكمل في البيت التاني. فلو في رجل متزوج وليست عنده القدرة على اقامة بيت اخر، ده لما يمشي في طريق التعدد فهو آثم. ليه؟ لان ده هيؤدي الى مفسدة، هيؤدي الى ضرر، ظلم اسرة تانية واطفال تانيين وزوجة تانية وزوجة اولى، لانه اصلا من الاساس يعني حاله معصر في الزيجة الاولانية. وده مفهوم جدا، يبقى ده في الإسلام واضحة جدا اهو، ان لازم يكون اولا عنده الاستطاعة المادية انه يفتح بيت تاني، وزي ما مولانا تفضل وقال عنده السبب اللي فعلا يخليه عايز يلجأ لزوجة تانية وما يمشيش في الحرام. النقط دي مهمة جدا يا مولانا. لما بيجي، طب انا دلوقتي معايا اتصالات، بس ثانية واحدة يا شباب عشان عندي سؤال. دلوقتي يا مولانا هنفترض ان الحالة اللي حضرتك اتكلمت وديت المثال بتاعها دي، مثلا الحالة دي هي اللي احنا هنناقشها دلوقتي، الراجل بيستطيع انه يفتح اكتر من بيت وزوجته الاولانية مش مكافية فلجأ للزواج التاني. جميل، اتجوز الست التانية وعلى علم مراته بيها وموافقة، يعني احنا بنفترض احسن الظروف، افضل سيناريو، افضل سيناريو بالظبط كده، ولكن الزوج بيميل لواحدة تانية، يعني هو مثلا التانية الزوجة التانية بالنسبة له مفضلة، هل هنا عليه اثم؟ هو بيعدل بينهم في المصاريف وفي الايام وفي كل حاجه، ولكن في واحده قلبه كده بيمل لها اكتر. هذا امر ليس في يده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب السيده عائشه اكتر واحده، ولكن كان يعدل بين زوجاته، فكان يقول يا رب اللهم ان هذا يعني نصيبي فيما املك، لا تحاسبني فيما لا املك، فلا تحاسبني فيما لا املك. الميل القلبي ده المهم ما يكونش ظالم. طب هو مش هيحصل يعني، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما سيد الخلق، يعني مش حد يقدر انه يقارن نفسه بيه، ولكن احنا النهارده غصب عننا، ده حتى لما الست تبقى عندها ابن مريحها شويه بتبقى دايما بتميل لي وبتفضله عن اخواته شويه. طبعا بتحبهم كلهم، ولكن بيبقى في شويه ميل زياده للطفل ده، فما بالك بقى مولانا بالزوج، يعني بيحب زوجته. المهم لا يتعدى على حقوقها الشرعيه، يعني ليها نفقه، ليها الحق في المبيت، ليها حق في العاطفه وفي الامور المعنويه، طالما لم يقصر لا يحاسب. طب ولو لأن مش مبسوط مع الاولى؟ قال صلى الله عليه وسلم اللي هيكون ليه زوجتين او اكتر هيميل لواحده على حساب التانية، ياتي يوم القيامه بشقه مائل وكانه عقاب امام الناس في الحشر. يعني مش الامر مش هين، يعني الموضوع ده اصلا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم بالظبط كده. المجتمع كان كل مجتمع معدد، خلي بال حضرتك، يعني مجتمع الصحابه كان كل مجتمع معدد. انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا مشكله في اجتماعية، يعني في مصر من أكتر مثلا من 60 سنة كان التعدد شيء طبيعي جدا في المجتمع، متقبلين. صح. عندنا مثلا في بلد زي الصومال التعدد هو الأساس، يعني من علامات صلاح المرأة أن الست دي ست صالحة والمجتمع يعني يشكر فيها، أن هي أول يعني ما تتزوج بعد الزواج تختار زوجة لزوجها، دي كده حد كويس. ده إيه ده بقى؟ وعلى ناحية الرجالة يقدم في المجالس، يعني اللي يقعد في المجلس في الصف الاول لو في قعده او في مناسبه اللي متجوز 4، وبعدين اللي متجوز 3، وبعدين اللي متجوز 2. طب اللي متجوز واحده
ده بقى اللي بيجيب لهم الشاي والميه ده في الصومال بقى الكلام ده في الصومال يا انا عاوز اقول لحضرتك بس على حاجه. المشكله بقى ان احنا لو طبقنا السيستم ده عندنا في مصر مع السلامه كده كلنا هنخدم على بعض ونجيب لبعض ميه وشاي. معلش لا حلو حلو موافقين موافقين مفيش حد هيقعد في الصف الاول. اه طيب ما هو ما حدش بياخد كل حاجه يا مولانا. في حد بياخد كل حاجه في الدنيا؟ انا هقول لحضرتك بس على امر بسيط. في احد الاساتذه كنت بدرس معاه الارشاد الاسري فحكى لي موقف ان حد من السعوديه اتصل بيه قال له انا في مشكله كبيره جدا بيني وبين زوجتي ولازم تحضر مش هينفع اونلاين ولا تليفون وتذاكر الطيران والاقامه كلها علينا. ظبطوا له الحجز واخذ نفسه وراح على السعوديه وراح مشوار طويل داخل السعوديه كمان واستقبلوه استقبال كويس جدا وقعد سمع منهم هما الاثنين والاثنين في ليفل اجتماعي عالي جدا ما شاء الله. فقال لهم انا شايف من وجهه نظري ان الزوج والزوجه التفاهم بينهم قليل شويه فالزوج دايما مشحون وعصبي. فقال له انا شايف ان انت حلك او حل البيت ده علشان يهدى ان انت تتزوج مره تانية. ده ليه؟ علشان هو لما يبقى عنده زوجه تانيه بتديله الاحتياجات اللي هو عايزها لما يرجع هيكون هادي نفسيا هيتحمل عصبيه الزوجه دي. فالزوجه هي اللي كانت مقترحه ان الدكتور هو اللي يجي من الاساس يعني. فقلت له والله يا دكتور جميل جدا كلامك يعني انت جاي على حسابي والله واكلت من ايدي وجاي في بيتي بتقول لزوجي اتجوز عليا. فعلى العموم انت شرفتنا ونورتنا يعني اللي هو ايه كتر يا ريتك ما جيت اتفضل من غير ما ترد. فقال لهم والله انا يعني قلت اللي انا شايفه وده تحليل للموقف وقام واخد بعضه ونزل على مصر. قعد سنه ومفيش تواصل بينهم نهائيا الموقف كان كله على بعضه مشحول سيء. لما رجع طبعا الزوج لما اخد الجمله دي خلاص هو شايف ان الحل في كده وراح اتجوز تاني. لما اتجوز تاني فعلا بقى يروح البيت هادي الدنيا احسن هي عرفت ان هو اتجوز تاني تقبلت الامر الحياه بقت افضل رجعت تعتذر وتشكر الدكتور على ان هو فتح لهم الباب ده. احيانا الزوجه التانيه بتكون حل للبيت البيت المتأزم نقطة مهمة قوي المشتعل فيه نقطة مهمة قوي. فأحيانا ممكن الزوج التاني يخرب البيت يدمر البيت وأحيانا بيكون هو الحل ولكن المشكلة في الثقافة الاجتماعية زي ما حضرتك قلت في بداية الحلقة إحنا مش شيطانين. الزوجة التانية خطفت رجالة ومن زمان بنقول عليها ضرتك يعني هي دي مصدر من مصادر الضرر للزوجة الأولى. بدأنا يعني شوفي حتى بعض الناس لما كان بيتكلم مع زوجته بيقنعها بالزواج الثاني فقال لها والله شوف ربنا بيقول ايه ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. سلم يا رب. فاحنا المفروض الزوجه تبقى متفهمه. اي نعم الغيره صعبه جدا واحدى الزوجات بتقول والست بقى تتدمر نفسيا بقى لو هي ما بتاذيهوش او هي مكفيه بيتها او هي ست جميله واخده بالها من ولادها ومش مقصره معاها في حاجه مش مشكله بقى نفسيا بقى مش مشكله بقى. بصي انت رجعتي تتكلمي بلسان النساء انا بتكلم بلسان اي ست مظلومه لا ما أنا زي اللي كلمونا في الحلقات اللي فاتت. انا هقول لحضرتك على حاجه القصه والقاعده المهمه جدا اللي لازم تفهمها كل النساء ان التعدد ليس له علاقه بالزوجه الاولى ليس له علاقه بالزوجه الاولى. مشكله الست ان هي لما زوجها يفكر ان هو يتجوز تاني او يبص لواحده تانيه بتاخد الامر على كرامتها وعلى ان هي قصرت في ايه. دايما اي واحده جوزها عاوز يتجوز ايوه عشان هو ده اللي في المجتمع بيقوله لها يا مولانا مالكيش دعوه. لا ما هو مش ده الصح مش ده الصح. ما هو احنا عايشين في وسط ناس يا مولانا الحاجات المفاهيم اللي اتربينا عليها ومواجهه الناس. اي حد بيلاقي واحده دلوقتي جوزها اتجوز عليها لا ما طبعا ما قصرتي في حقه ما انت لو كنت شايفه بيتك ما انت لو كنت شايفه نفسك ما انت كذا لا كذا اللي هم بيروح عليها على طول دايما يقولوا لها يا اما قصرت في حقه يا اما هو بقى عنده طفاصه وعينه فارغه وعينه زيغه زي ما بيتقال. وهم ممكن لا يكون ده ولا يكون ده. هو واحد عنده احتياجات وعنده قدره على ده وبرده ممكن ما يكونش عنده احتياجات ويكون عينه زيغه. ما هو هقول لحضرتك على حاجه بقى اللي عينه زيغه ده بياخد فوق دماغه احسن لان الزواج سهل. الزواج مؤسسه ولو مش قائم على اركان ثابته واحتياجات اصيله مستمره ما بيكملش. طبعا مش هيكمل الحاجه اللي ملهاش اساس ما بتكملش اي حاجه هتبوظها اللي داخل علشان يتبسط وهي طبعا وكام يوم وخلاص وبنسمعها الجواز اللي بيبقى جواز تاني ده كام يوم وشهرين وثلاثه وخلاص بيبقى حرام. ده حرام ده هنتكلم فيه ده نقطه مهمه قوي قوي. بس انا معايا سيل تليفونات معانا ياسمينة. منين يا شباب ياسمينة منين؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ياسمينة اهلا وسهلا اتفضلي. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا حبيبتي اتفضلي. بص انا عايزه اكلمك من بدري منورانا. انا بصي
بص اهو، انتوا ليه بتهاجموا الزوجة الثانية؟ احنا هاجمنا انتوا ليه حد؟ بتهاجمي الزوجة الثانية؟ انا هاجمت حد؟ انا هاجمت الزوجة الثانية ليه بس كده يا طيب سمينة؟ انا دلوقتي بحب واحد وهو بيحبني جدا، اوكي، جميل، هو متجوز وعنده ولاد بس انا بحبه عادي، هو بيحبني. استني ايه استني، مشكلتك في الزوجة الثانية؟ استني، تسألي نانسي يعني؟ بتسأليها كنانسي ولا كإحنا كبرنامج؟ لا انا بسألكم انتوا كإعلام عامة، ليه بتشوفوا صورة الزوجة الثانية ليه؟ طب ثانية واحدة يا ياسمينة، انت بتقولي دلوقتي انت بتحبي واحد متجوز ومخلف، انت عرفتيه ازاي الأول كده؟ اتعرفنا على بعض من بدري واحنا مع بعض من بدري. لا، طيب هو انا هسألك الدكتورة سؤال، بتسأل انت اللقاء عرفتيه الأول ازاي؟ كان ازاي؟ نعم؟ انت عرفتيه ازاي؟ يعني مع بعض في الشغل، من على الانترنت، ولا ازاي، ولا ايه؟ لا في الشغل مع بعض. مع بعض في الشغل، وانت كنت عارفة، وانت يعني العلاقة فيها اعجاب كده ان الراجل ده متجوز وعنده بيت؟ عادي بحبه، لا يعني ايه عادي، معلش. بحبه. طب يعني انت بتعرفي دلوقتي فلان ده متجوز وعنده اطفال، تمام. تقربي من واحد متجوز وعنده اطفال؟ يا حبيبتي ما هو الرجاله يعني موجودين في كل حته، ليه بنقرب من طيب ده؟ هسألك سؤال، اتفضلي. الأولى لو هي مش مقصرة في حاجة هو هيبص للتانية؟ لا انا مش ماليش دعوه بالاولى دلوقتي يا ياسمينه حبيبتي، انا ماليش دعوه بالاولى، انا دعوه يعني دعوه دلوقتي بيكي. انت بتقولي انا معايا في الشغل واحد متجوز وعنده اطفال، ليه اقرب لواحد متجوز وعنده اطفال؟ كده احنا بنحب بعض. ما انت لو ما قربتيلوش من الاول مش هتحبيه يا ياسمين. لا هنحب بعض عادي، انا بحبه جدا. طب مراته بقى رأيها ايه؟ عندها لا فكرة؟ هي ما تعرفش، كمان؟ ولو عرفت، ولو عرفت، لو ثواني، عرفت هي ايه؟ لو عرفت مش هتبص للمشكلة، المشكلة فيها هي اكيد. وعايز اقولك على حاجة، هي قمر بس هو بيحبني انا. قمر وبيحبني انا ايوه وفي السر. طب هو انتي اخبار العلاقه دي شرعا ايه؟ يعني يعني انتوا ناويين تتجوزوا يعني ولا هو هو بيقضي معاك اتقدم كام يوم ولا لاهلك ايه؟ يا ايوه ياسمين ناويين ولا ما نتجوز تقدمش؟ اكيد. طب ثانيه مولانا هيرد عليك يا ياسمين عشان هو انا مهنجه هو شويه. في في كام نقطه في اللي ياسمين بتقوله، يعني احنا حضرتك سالتيها هي ما جاوبتش. العلاقه بدات ازاي؟ معاه في الشغل ما هو اكيد معاه بقى، في كان بيجي الشغل. مش فطران فهي كانت بتفطر، وفاكر الحلقه اللي فاتت كنت لا بتجيبي له فطار ياسمين؟ لا ما بعملش فطار، دخلتي في موضوع على طول. طيب لا هي الفكرة كلها، ما هو ممكن الراجل يكون هو اللي بادر علشان يعني هو شافها أعجب بيها طب عايز ما حضرتك يعني يقدم ليها. ثانية واحدة دلوقتي، حضرتك الراجل حتى لو بادر، حضرتك هي عارفة دي بتقول لك مراته قمر ومبسوط في بيته، طب تصده تحافظ على البيت بدل ما يحصل معاها كده، ولا ايه يا ياسمين؟ ما تقفلوليش بقى يا فاطمة، ما تقفليش تليفون. اوكي اتفضل يا مولانا كمل. دي نقطة. النقطة التانية إن هي بتقول إحنا مع بعض من بدري. حضرتك سألت برضو العلاقة دي تحت أي إطار؟ يعني لو هو في واحد جاد وعايز يرتبط بزوجة تانية، شاف واحدة عجبته، ما بنبقاش مع بعض من بدري، خلاص إحنا دي عجبتني، عرضت عليها الأمر، وافقت، الخطوة التانية على طول بروح عشان أشيل مسؤولية. ليه الزواج التاني في كتير من الأحيان بيكون خيار رقم واحد للراجل؟ لأن مفهوش مسؤولية. طبعا ليه بقى؟ مش المسؤولية المادية بتاعته تبقى بسيطة، مش شايل بيت بمسؤولياته الكاملة، فده المكان اللي بتبسط فيه. وده اللي حياتك كنت بتقوله قبل مكالمة ياسمين، زواج المتعة اللي الناس بتلجأ له دلوقتي، ما فيهوش مسؤوليات وما فيهوش ورق، أو لو حتى فيه ورق فالعرفي والحاجات دي كلها. طب وليه ياسمين، هو عرض عليك الزواج رسمي ولا عرفي ولا ما عرضش الزواج أصلا؟ عرض عليا الزواج. الزواج إيه بقى؟ عرفي؟ لا رسمي. رسمي. وهيقول لمراته؟ هو قال لي هيقول لها، وانا قلت له قول لها، انا ما عنديش مشكله ان هو يقول لها، ما عنديش مشكله ان هي تعرف اصلا. وهو كلم اهلك ولا لسه الموضوع علاقه بينكم؟ لا لسه بينا. طب قولي لي ياسمين، وانت هتبقي مبسوطه ان هو سايب بيته، او انت هتبقي مبسوطه دلوقتي وسايب بيته قاعد معاكي؟ هبقى مبسوطه علشان انا بحبه، وهو كمان هيبقى مبسوط، هو كده كده مبسوط، هو مولانا بيبقى يعني. معايا، انا عارفه ان هو بيفكر فيا انا. نعم؟ لا تاني معلش، ثانية واحدة قولي تاني. هو بيكون قاعد معاها وبيفكر فيا انا، مش عرفك؟ انا عارفه تفكيره، انا عارفه هو ايه. طب ما هو ممكن يبقى قاعد لا انت معاكي مش وبيفكر في عاجبنيش واحدة بجد، تالتة. انت مش عاجباني خالص يا دكتور نانسي، نعم؟ تفكيرك بجد مش عاجبني خالص.
انا مش فاهمه ما حدش يقطع يا شباب، ما حدش يقطع عليها. ثانيه واحده بس يا انت يا ياسمين. نعم يا حبيبتي انا مش عاجباكي، انا بقول لك بس امور حقيقيه بتحصل في الواقع. ما هو اللي عمل كده مع الست القمر اللي انت بتقولي عليها ست جميله واخده بالها من بيتها هيعمل كده معاكي يا حبيبتي. طب انا ما عنديش مشكله طالما هيبقى مبسوط. هو انا لو قصرت في حاجه وهو عمل معايا كده ايه يعني؟ مش هيبقى مبسوط. هو القصه يا ياسمين ان إيه؟ يعني إيه انت لما تبقي زوجه ويبقى عندك اولاد وطفلين وثلاثه ومدارس ودروس يعني دائما اي ام هتاثر، هتاثر في اهتمامها بنفسها، هتاثر في البيت بعض الشيء، هتاثر في علاقتها بزوجها، فده طبيعي ان انت تقع فيه. ولكن انا على فكره مش ضد الزواج التاني، انا يعني اي حد عاوز يتجوز تاني بقول له انا في ظهرك واكتب لك كتاب على حسابي، ولكن في ضوابط وفي اصول وثوابت علشان ما يهدمش البيت الاول، وعلشان الموضوع ده ما يبقاش يومين ثلاثه كده ويعدي. الست بتبقى متخيله وخصوصا اللي هي بقى داخله على واحده تانية ان هي داخله واخده المفتاح معاها وقفلت الباب والراجل ده مش هيبص لواحده تانية. ده اللي بقوله لها، تضمني منين اذا كانت ام ولاده اللي بتقولي عليها جميله وما بتعملش حاجه غلط سابها وقاعد بيقعد معاكي وعلى علاقه بيكي؟ ما هو نفس القصه حبيبتي هتتكرر معاكي انت ومع غيرك ومع غيرك ومع غيرك، لان هو ما عندوش مبدا، هو ما عندوش العذر اللي مولانا قال عنه في الشرع. طب هو امكانياته كويسه يا عفوا امكانياته كويسه يا ياسمين؟ جدا جدا. انت داخله عشان امكانيات ولا ايه؟ لا لا مش عشان امكانيات، بس احنا بنحب بعض. انت متاكده انك بتحبيه؟ اه جدا. طب وانت كان عندك علاقات قبل كده؟ ما تقطعوش لو سمحتوا. اه كان عندي علاقات قبل كده. بس بصراحه جدا يا ياسمين ربنا يحفظك. ايه يا ياسمين؟ المفروض حتى لو اتسالت الاسئله دي ما تجاوبيش، بس انا هقول لك على حاجه، الاختبار الحقيقي لعلاقتكم ده لازم تدخلوا بشكل رسمي علشان فعلا تقدر تقيم العلاقه صح. انما العلاقه اللي هي ملهاش اي معالم وملهاش اي اطار لا انصح بيها، سواء كان هم بيعرفوا بعض بقى يا مولانا بقى، ده هي تقول لك دلوقتي بنعرف بعض. هو قال لك بقى ما قدملكيش ليه يا ياسمين؟ انا اللي موقفه الموضوع شويه. ليه؟ يعني هو عاوز يقدم وانت اللي معطل. هو كمان اسبوع وجاي لي. اه يعني جاي وهيجي وهياخد خطوه رسميه قدام اهلك. ايوه وقبل ما يجي اهله كمان جايين معايا، الموضوع مش مستخبي خالص. طيب انت اهلك بقى موقفهم ايه من تقبل الوضع ده؟ يعني كتير جدا في ناس بيبقى يعني قابل بنت الحلال وتعرف عليها ووافقت فيروح يتقدم لاهلها فاهلها يعني يرفضوا رفضا قاطعا. اهلك ممكن تمام. يتقبلوا أهم فكره حاجة ان انت تتجوزي حد متزوج؟ اهم حاجه راحتي. ايه ده بتقول ايه؟ اهم حاجه راحتك. ايه المشكله؟ هو واحد متجوز، واحد متجوز لا إيه مش مفيش مشكله والله خالص، انا مش ضد الموضوع ده. انت عندك كام سنه يا ياسمين؟ انت قصتك غريبه قوي يا حبيبتي. انا عندي 27. 27 وهل تقدم لك ناس؟ انت لسه صغيره في مقتبل العمر كده، ما تقدملكيش حد عريس كده لقطه حلوه معاكي في الشغل مش متجوز؟ ماشي تقدم لي، بس لا هو ده الراجل اللي شدني، هو ده اللي انا حبيته. اه طيب فدكتور نانسي معلش مني بس يا ياسمين والله انا اسفه فعلا، انا اسفه يعني انت عارفه مني انا اسفه، بس انا اصلي مش عارفه القصه دي على بعض كده. كملي يا حبيبتي قولي. ماشي انا مش فاهمه برضو انتوا ليه ضد الزوجه الثانيه؟ لا خالص على فكره. لا احنا مش ضد الزوجه الثانيه على فكره، احنا مش ضدها لو في سبب. لو كنت كلمتيني وقلتي لي انه في سبب وان انت متعاطفه وان انت داخله على الموضوع ومش عايزه تبوظي للراجل بيته كان الموضوع ياخد اطار ثاني خالص. لكن هو كده كده خربان البيت، كده كده خربان. طيب شكرا يا ياسمين. البيت كده كده خربان يا مولانا. والله بص هقول لحضرتك الحاجه، احيانا بيكون سبب من اسباب كره الزوج للزوجة الأولى دخوله في علاقة أخرى سهلة ممتعة لذيذة، فدايما بيشوف. يعني أنا كنت أعرف حد وأنا بتعامل مع ناس كتير جدا عندهم مشاكل زوجية، زي ما قلت لحضرتك كده زوجته بيضرب بيها المثل في النظافة وفي الجمال وفي يعني أمور ورعاية البيت وفي الاهتمام بيه، ولكن كان على علاقة بامرأة أخرى وكان مصر اصرار عجيب ان هو يطلق الزوجه الاولى. وانا نصحته لله كتير، قلت له دي ما تتسابش انت كده ظالم. بيقول لي انا ما بحبهاش. قلت له سيدنا عمر بن الخطاب لما واحد طلق زوجته بيقول له بتطلقها ليه؟ قال له ما بحبهاش. قال له وهل تبنى البيوت الا على الحب؟ فاين الرعايه والتذمم؟ ما بلغنا عنها الا خيرا، ده ست محترمه جدا.
اتجوز الزوجة التانية طلعت عينه حرفيا، فبقى يحلف بالزوجة الأولى. ليه؟ لأنه كان شايف معاملة معينة، فشايف إن الزوجة الأولى دي هو دايما يا مولانا الواحد بيفكر الحاجة اللي مش معاه أجمل. آه. هي ما تعرفش الراجل ده هيعاملها إزاي. في قاعدة مهمة جدا نحفظها عن الرجال، احنا قلنا المرة اللي فاتت المرأة إذا أحبت أزعجت. الرجل إذا تملك زهد. أوه. الرجل إذا تملك زهد. زهد. خدوا بالكوا بقى. خدي بالك يا ياسمين من الموضوع ده. علماء النفس يقول لك إن الست علشان الراجل يحبها وكده لازم تتقل عليه، تعزز نفسها. لا ما هي واضح إن ياسمين مش تقلانة خالص. احنا مش هنقيم على قصه، أيوة بس احنا بنتكلم في العموم. ارجوكي اعملي بس لنفسك كده اطار، وخليكي انت عزيزه كده عشان حتى لما يجي لك العريس يحس ان انت حاجه غاليه، مش موافقه على اي حاجه، مراتك تعرف البيت خربان مش عارف ايه، خليكي كده اعملي نفسك زي ما بنقولها برستيج. طيب انا بيقولوا لي، وعمال استاذ معتز في الاير بيس احتمال يخش علينا استوديو دلوقتي، بيقولوا لي ان الميعاد الفقره الاولى خلصت، فخلوني اشكر فضيله الشيخ عبد الازهري من علماء الازهر الشريف لتشريفه لينا النهارده. انا عارفه يا مولانا الاسئله اللي بتجي لك يعني كلها غير متوقعه، بس اعذرنا. لا ولا يهمك، ربنا النهارده ربنا يسعد الناس اجمعين ويملا بيوتنا سعاده وامان يسعدهم بالحق. المهم يكونوا سعداء بالحلال. بالحلال وبالحق. وبالحق. وما نظلمش حد. إن شاء الله. ربنا يكرمك يا مولانا وتقبل منا ومن حضرتك بإذن الله تعالى. وأستاذنكم نطلع مع بعض الفاصل سريع ونرجع تاني نكمل حلقتنا بعد قليل جدا، وما تنسوش نصلي مع بعض على الحبيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة من ربنا لينا كلنا، رسالة من ربنا جات لنا النهاردة على طريق أو عن طريق مؤسسة فيكم الخير. ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا رسالة كلنا بيقول لك خلي بالك في أسرة أو في ست اسمها الحاجة أم باسم، أسرة مكونة من 5 أفراد محتاجانا، محتاجة لتبرعاتنا، محتاجة لصدقاتنا، محتاجة إن احنا ننظر إليها نظرة رحمة. عايزين نشوف مع حضراتكم دلوقتي الحاجة أم باسم وإزاي نساعدها وهي المعاناة اللي هي بتمر بيها. السلام عليكم. ازيك حاجه مباسم؟ سلامك شيء. والله ربنا اللي عادها بالايجار، وعايزه تعملي لي سقف الاوضه وتعملي اوضه لجوز وحمام، وعايزاكم تساعدون بس يا شيء. والله ما عنده دولاب ولا سرير ولا اي شيء خلق رب، ولا اوضه نوم ولا اي حاجه، عرفت لربنا. في دخل عندك ولا؟ لا والله مش داخل البيت خالص. داخل والله وربنا اللي يعين. طب زوج حضرتك شغال ايه؟ على والله على قد. طبعا مفيش اي مفيش الا الغرفه دي، وزي ما انا شايف كده جريد وحاجات كده بس. اي والله يا شيء. وبعدين في بيت تاني بالايجار. ناشد اهل الخير دلوقتي، انت محتاجه ايه؟ محتاجه ساعدون اعملوا اوضه وحمام اقعد فيه من ورايا. طب الحاج مباسم يا جماعه بتناشد اهل الخير من خلال مؤسسه فيكم الخير، بتقول لكم يا اهل الخير انا محتاجه طلب واحد بس، ليا حلم محتاجه الحلم ده يتحقق، محتاجه ان انا سقف اوضه واحده بس، غرفه واحده بس، يعني ده البيت طبعا كله ما فيش سقف خالص. فهي بتقول بس الجريد ده يا جماعه بينزل عليا مطر في الشتاء، ما بعرفش انا واولادي وجوزي ننام، فمحتاجه من اهل الخير مساعده، محتاجه من اهل الخير نظره رحمه. بتقول حاجتين بس يا مع غرفة النوم تتسقف، ومحتاجة الحمام كذلك يتسقف. سعر التسقيف كام يا جماعة؟ احنا بنسقف البيت كله ب30,000 جنيه، الغرفة سعرها 10,000 جنيه، يعني نقدر نساعدها ونساعدها ب10,000 جنيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقنا ليه يا رب من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب. لما الإنسان يموت يقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أول حاجة يا جماعة يتمناها الميت لو ربنا سبحانه وتعالى بعث له الروح مرة ثانية أن يتصدق. ليه؟ لما وجد من عظم الصدقة عند الله سبحانه وتعالى. واخد بال حضرتك معايا؟ فإحنا محتاجين ما ننساش الحاجة أم باسم. الحاجة أم باسم يا جماعة محتاجة حاجتين، تسقيف غرفة نوم ليها والبيتها والجوزها، وحمام. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أم باسم إحنا كده بنصور وهنزيع، عندك مشكلة؟ لا مش مشكلة. مش أي مشكلة إن شاء الله.
مؤسسة فيكم الخير بدعمكم هنساعدهم، بإيديكم هنوفر لهم حياة. مؤسسة فيكم الخير، الخير منكم وليكم. ورجعنا مع بعض لحضراتكم، وزي ما شفنا حالة أم باسم، حالة أم باسم محتاجة إن احنا ننظر لها بقلوبنا مش بس بعنينا. معانا فضيلة الشيخ كارم ممدوح من علماء الأزهر الشريف والمتحدث الرسمي باسم مؤسسة فيكم الخير الخيرية. منورنا يا مولانا. الله يكرمك يا دكتور. ازي حضرتك؟ الله يحفظك. الحمد لله بخير. قولي نقدر نعمل ايه لأم باسم؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أم باسم طبعا أختنا كلنا. أم باسم عندها ظروف صعبة جدا جدا. أم باسم بتقول لنا في التقرير إن هي ما عندهاش يا جماعة أي شيء من الأساس بتاع البيت، ولا عندها غسالة ولا عندها ثلاجة ولا عندها حتى السرير بتنام عليه. احنا شفنا في السرير مهمش جدا جدا، سقف عبارة عن جريد وعن بوص، عن حاجات لا تسمن ولا تمنع ولا للأسف بالعكس، بل هي ممكن تكون سبب في دخول حشرات الايه البيت. فهي بتنشدنا بتقول يا جماعة أهل الخير أنا ليا طلب واحد بس، سقف بيت. فاحنا بنناشد أهل الخير سامعينا من خلال مؤسسة فيكم الخير، يا أهل الخير الحاجة أم باسم محتاجة سقف بيت، هنعمل لها بس سقف بيت. تكلفة سقف البيت مبلغ بسيط وزهيد، لو هنعمل لها حتى غرفة واحدة ونجيب لها اي حاجه، يعني مثلا اللي عايز يجيب لها ثلاجه يجيب لها، اللي عايز يجهزها. يعني بتسمحوا بالتبرعات العينيه؟ اه مفيش اي مشكله عندنا خالص، نتصل ونجيب، او عايز حضرتك تنزل معانا ونساعد الحاله مش اي مشكله، بس بقدر الامكان يا جماعه ما نكسرش بخاطر الست دي. يعني عايزين نجبر بخاطرها باي طريقه، سواء نجبر بخاطرها ان احنا نعملها غرفه في البيت، نسقف لها غرفه البيت، او نجبر بخاطرها ان احنا نجيب لها حاجه من تجهيز البيت في الجهاز بتاعها او الايه لا اولى ده. فاحنا بنناشد اهل الخير من خلال مؤسسه فيكم الخير بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا وستره في الاخره. كلنا يا دكتور محتاجين لستر ربنا سبحانه وتعالى، ستر ربنا يا سبحانه وتعالى، ان ربنا يسترنا. ويجي كده يوم القيامه يضحكنا فهو علينا وستره علينا. وسيدنا النبي قال لنا كده، ما منكم الا ويكلمه الله، يعني ليس بيننا وبين الله ترجمان، كلنا ربنا صلى الله يكلمنا. فلما رب يقول لك يا عبدي اتذكر يوم كذا يوم فعلت كذا وكذا، انت تستحي من ربنا تقول يا نعم يا رب اذكرها. ربنا يقول لك ايه؟ اليوم استرها عليك كما استرته عليك فين؟ في الدنيا. ليه سترها ربنا علينا؟ عشان احنا كنا سبب في ستر الحاجه ام باسم وفي ستر اولاد ام باسم وجوز ام باسم. فاحنا بنناشد اهل الخير يا جماعه، تستطيع ب 10,000 جنيه ان انت تستر الحاجه ام باسم، تستطيع بتلاجه ثمنها 20,000 جنيه تساعد الحاجه ام باسم مدى الحياه. فاحنا بنشدكم بجد، المراه دي لها حق علينا كتير جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال في القران والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والايه والمحروم. هي دي سائله ومحرومه وتستغيث بينا بعد ربنا سبحانه وتعالى. مش عايزين نكسر بخاطرها ابدا، وعايزين بقدر الامكان نساعدها ونسعدها عشان ربنا يساعدنا ويسعدنا في الدنيا ويسعدنا يا في رب الاخره. يا رب. مولانا، هل المؤسسه عندكم بتسمح ان الواحد لو مش قادر يعمل الحاله كامله، مش قادر يتكفل بيها كامله، انه يشارك ولو حتى بسهم؟ ما فيش اي مشكله خالص. المؤسسه يا جماعه تقبل جميع التبرعات الماديه والعينيه. لو ب 1000 جنيه تقدر تساهم معانا وتكون سبب في اسعاد اسره كامله. لو مبلغ اقل او يزيد عندنا بفضل تعالى وسط الميه ب 3,500 وبشره طيبه ازفها لجميع المشاهدين. اللهم لك الحمد، لسه عاملين حالا امبارح والنهارده شغالين، خلال الاسبوع ده هننتهي من حوالي 55 وسط ميه. هنا عندنا فضل هنا بفضل تعالى امبارح والنهارده شغالين، اللهم لك الحمد. بروتوكول تعاون بيننا وبين شركه الميه، الوسط ثمنها 3,500. تستطيع ان انت تعمل صدقه جاريه عنك وعن والدك عن والدتك عن اي حد عزيز عليك، اي حد متوفي. الصدقه الجاريه دي من افضل الصدقات، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا. عملنا فضل على وسط الميه دورة ميه كامله، عملناها في مسجد هنا في القاهره في حلوان، وعملنا فضل على اكتر من 55 وصله ميه الاسبوع اللي فات، وبقيتهم لسه شغالين فيهم ده. وخلال الاسبوع ده ان شاء الله هنعمل وهنصور حالات الانجاز. اللهم لك الحمد. ربنا يتقبل منكم ومن كل بني ادم بيساهم وبيتفرج ويشارك مع اصحابه مع قرايبه مع احبائه في الخير، وحتى لو مش قادر يعمل فعلى الاقل يدل على الخير. ربنا يقدرنا جميعا ونقدر نساعد الحالات اللي بتجينا لحد عندنا كهدايا ربانيه. ربنا بيقول لك لو انت مش عارف توصل لابعد مكان في مصر في حد محتاج، فانا بجيبه لك لحد شاشه التلفزيون او شاشه تليفونك، عشان انا بحبك وعايز انك تاخد ثواب. فيا رب بس احنا نكون كده بنفهم الرساله صح. تيجوا مع بعض نطلع لتقرير تاني ونشوف حاله عم كريم، ونرجع تاني بعد قليل جدا. وما تنسوش نصلي مع بعض على الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. جينا مع حضراتكم النهارده مع مؤسسة فيكم الخير، نشوف أحوال أهالينا ونشوف قد إيه إحنا في نعم كتيرة جدا جدا جدا. في ناس محدش يعرف عنها حاجة خالص يا جماعة.
في ناس ربنا سبحانه وتعالى بعتنا ليها النهارده في محافظه الفيوم مركز اطسا. الناس دي لما نشوف حالتها ونعيش حياتها يعني للاسف حياتها تصعب علينا كلنا، لما يكون راجل ومريض وعنده اولاد وللاسف لا يملك قوت يومه، ما عندوش حتى المصاريف اللي يصرف بها على بيته، يعني من حقنا كلنا ننظر لهذا الرجل ونشوف الراجل ده له حق علينا ولا لا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما حسنا على رعاية الفقراء ورعاية المساكين، أمرنا وذكرنا إن ده أصل من أصول الدين، إن إحنا عشان نبقى مسلمين لازم نشعر ببعضنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، وقال صلى الله عليه وسلم المسلم للمؤمن أو المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. محتاجين نشوف حالة الأستاذ كريم النهاردة ونشوف هو محتاج إيه ونساعده ونسعده عشان ربنا يساعدنا ويسعدنا كلنا. تعالوا مع حضراتكم نشوف الحالة محتاجة ايه ونسمع من الأستاذ كريم هو محتاج ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، جينا مع حضراتكم النهاردة لحالة عم كريم. عم كريم حالة يعني إنسانية من الدرجة الأولى. عم كريم راجل كان صحيح وكان سليم، فجأة ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض، جات له جلطة أثرت على لسانه، أثرت على رجله، أثرت على حياته، حتى شغله ما قدرش يشتغل. عم كريم معاه أولاد بفضل الله زي ما حضراتكم شايفين، ومعاه زوجة وعنده بيت ومسؤول وعنده مصاريف. للأسف بيناشد أهل الخير كلهم بيقولهم يا جماعة أن ربنا ابتلاني في صحتي وعافيتي، ما قدرش أشتغل، ما قدرش أروح يمين وشمال. فبيناشد كل أهل الخير اللي سامعيننا وشايفيننا النهاردة من خلال مؤسسة فيكم الخير إن إحنا نمد له يد الخير. تعالوا مع حضراتكم نشوف إيه هي ظروف عم كريم ومحتاج إيه. السلام عليكم. ضلطة انت محتاج ايه؟ احنا مش هنتقل على عم كريم عشان عم كريم للأسف مش قادر يتكلم، فممكن نسمع من زوجته هي محتاجة ايه وظروفها ايه وعايشين ازاي. حالة كريم انه نزل على جلطة وعمل صمامة في القلب وعنده كهرباء زيادة في دماغه، فحالته يعني الحمد لله يعني مجال علاج يعني الحمد لله، بس يعني الحمد لله حالتنا يعني انت شايفينها هو دي، فاحنا عندنا هم دي ولادنا هم دي بنعلمهم برضو نودهم القرآن يعني الحمد لله، واللي انتوا عايزين تعملوه اعملوا معانا يعني الحمد لله يا رب، مش عايزين حاجة الا فضل ربنا. هو دخل ما فيش دخل الحمد لله، ولا بيشتغل ولا بيطلع ولا بيعمل، هو بس من البيت للجامع وخلاص على كده، وساعات يصلي هنا وساعات ما بيقدرش يمشي يقعد يصلي في البيت هنا، وهو الحمد لله يعني علاجه برضو بيلقى برضو الناس، يعني في ناس بتحاول ان يجبه له وفي ناس ما بتجبهش، ويعني الحمد لله يعني حالتنا الحمد لله بسيطه الحمد لله على كل حال. شفنا مع حضراتكم زوجة عم كريم. عايز اقول لحضراتكم يا جماعه والله مشاعر صعبه جدا جدا ومؤثره جدا جدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الراجل ده كان صحيح وكان سليم وكان بيمشي وكان بيشتغل وفجاه قعد، ده ممكن يكون عندي وعندك في كل وقت وفي كل يوم. ستنا الحاجه مرت وزوجة عم كريم بتناشد اهل الخير بتقول يا جماعه انا محتاجين اهل الخير، محتاجه اولادي عايزين تعليم. عم كريم مش قادر يتكلم، بيقول انا عندي فاتح قلب، بيقول انا محتاج عندي صمام في القلب، عنده عمليه في القلب ما بقدرش يشتغل. هي تمالكت يعني نفسها من الدموع والبكاء. فاحنا بنناشد اهل الخير من خلال مؤسس فيكم الخير. يا اهل الخير مين يتكفل باسره عم كريم؟ من النهارده يا جماعه يعمل مع مؤسس فيكم الخير راتب ودخل شهري لعم كريم. مين اللي هيقول لعم كريم العلاج اللي انت محتاجه ايه يا عم كريم وانا هجيبه لك؟ مين اللي هيمسع دمعات زوجة عم كريم ويقول لها خلاص حقك عليا يا اختي، دمعاتك دي غاليه عندنا كلنا، مش هنبات النهارده ولا هننام النهارده الا ما نمسح هذه الدمعات ونبدل هذه الدمعات لفرح وسرور وبهجه يفرح بها ربنا سبحانه وتعالى ويفرح بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حديث جميل جدا جدا بيقول لنا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عايزين يا أهل الخير كلنا نكون عون لعم كريم ولزوجة عم كريم والأسرة عم كريم. الأطفال الجمال دولت محتاجين مننا رعاية، لهم علينا حق، لهم علينا يا جماعة والله حق كلنا ننظر إليهم. اتصل دلوقتي على مؤسسكم الخير وقول والله أنا محتاج رقم عم كريم، محتاج عنوان عم كريم، أنزل وأساعد الناس دي. الناس جواها ألم يا جماعة وأسى، عايشة مأساة. أنا عايز أقول لحضرتك الصورة يا جماعة أبلغ من أي كلام أنا أقوله،
ولكن عم كلام دي رسالة ربنا سبحانه وتعالى بعتها لي وبعتها لحضرتك وبعتها لحضرتك وبعتها لكل المشاهدين اللي شايفيننا دلوقتي وسمعيننا. عم كريم بيناشد أهل الخير بيقول لكم يا أهل الخير ما تتركونيش ما تسيبونيش، اوعى تشوفوا حالتي دي ما تتفاعلوش معاها. محتاجين نتفاعل مع عم كريم ومع زوجة عم كريم ومع أولاد عم كريم حتى يعيشوا عيشة هنيئة عيشة كريمة يأمن بها على تعليم أولادي، توفير الطعام والشراب. بنناشد أهل الخير يا جماعة أن احنا ننظر لعم كريم وزوجته وأسرته نظرة خير ونظرة رحمة حتى ينظر الله إلينا نظرة خير ونظرة رحمة. مع مؤسسة فيكم الخير كلنا فينا الخير إن شاء الله. يا رب يشفيني، يا رب يشفيني، إن شاء الله ربنا يجعلنا سبب في سعادتك وإسعادك، وأهل الخير اللي شايفينك دلوقتي بإذن الله يساعدوك وهيتصلوا علينا النهاردة بإذن الله ودلوقتي ويقولوا إحنا عايزين نساعد عم كريم الرجل المحترم. ربنا يشفيك ويعافيك وينزل عليك كل شفاء وكل دواء يا رب، يمتحكم جميعا بالصحة والعافية. مؤسسة فيكم الخير بدعمكم هنساعدهم بإيديكم هنوفر لهم حياة. مؤسسة فيكم الخير، الخير منكم وليكم. شفنا مع بعض حالة عم كريم وشفنا قد ايه المعاناة، الراجل مش عارف يتكلم مش عارف يشرح ولا يعبر، واللي يأذي نفسيا قوي انه كان بكامل صحته، هو ما اتولدش كده، كان بيشتغل وكان بصحته كان بيصرف على بيته ومكفي اسرته ومكفي عياله، ولكن محدش فينا ضامن صحته لمدة 5 دقايق قدام، وده اللي بيخلي البني ادم مشاعره تبقى يعني حساسة قوي ناحية الحالات دي. فضيلة الشيخ كارم ممدوح، نقدر نساعد ازاي يا عم كريم؟ دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى لكل انسان معافى ولكل انسان صاحب صحة ولكل انسان ربنا سبحانه وتعالى يعافاه في بدنه، عشان ربنا سبحانه وتعالى يديم عليك هذه المعافاة ويديم عليك هذه النعمة لازم تؤدي زكاة هذه النعمة. دي نعمة ربنا، نعمة الصحة دي يا جماعة نعمة، انت مش متخيل انت بتقدر تقوم لوحدك وتسعى على رزقك لوحدك، مفيش حد النهاردة بياخد بإيدك، مش حد النهاردة بيجهزك ويساعدك في قضاء حاجتك، لا انت فاضل على في كامل صحتك وعافيتك. عايز اقول لحضرتك يا دكتورة، الواحد ما بيستشعرش نعمة ربنا عليه الا للأسف لما يشوف غيره محروم من هذه النعمة. فاحنا دلوقتي شفنا عم كريم هو يئن ويجد المشقة حتى في الكلام، الراجل مش عارف يتكلم يا جماعة، يعني نعمة الكلام احنا عاملين نتكلم ليه النهار؟ حد شكر ربنا على نعمة الكلام؟ لا والله. طب احنا ممكن نقول الحمد لله بس فقط، ولكن الشكر لا يكون بالكلام، الشكر يا جماعة يكون بالعمل. ربنا سبحانه وتعالى قال سيدنا داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، احنا محتاجين نشكر ربنا سبحانه وتعالى بالعمل. طب نشكره ازاي بالعمل؟ نشكره لما نساعد عم كريم. عم كريم النهارده راجل معاه 3 أولاد ومعاه زوجته وهو وما عندوش اي دخل شهري، احنا بنناشد اهل الخير يا جماعه عايزين نعمل عم كريم مشروع مساعده يعني يعمل له دخل شهري كل شهر. هل دي تعد صدقه جاريه؟ من افضل الصدقات. يعني لما نعمل لحاله عم كريم او الحالات الانسانيه الجميله اللي بيجيبوها لنا دي مشروع ومصدر دخل، هل ده صدقه عاديه إيه ولا صدقه جاريه؟ هو ايه يا دكتوره مفهوم صدقه؟ يعني ايه صدقه جاريه؟ يا ريت حضرتك تشرح لي. يعني ايه مفهوم صدقه جاريه يا جماعه؟ اللي هو العامل الخير اللي بيستمر النفع بتاعك في حياتك وبعد مماتك. بمعنى أنا أي عمل خير العمل ده في نفع الإنسان، هذا النفع يستمر له في حياتي ويستمر له بعد مماتي. إحنا النهاردة بنقول يا جماعة عم كريم لو ذري له أولاد، أنت هتساعد النهاردة أولاده في الطعام والشراب، هتساعد أولاده النهاردة في التعليم، هتساعد أولاده أنهم يعيشوا عيشة هنيئة. ده مش عند ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة مش ببلاش والله، ولكن سلعة الله غالية وسلعة الله هي الجنة. أنت لما تطلب من ربنا سبحانه وتعالى الجنة تساعد عم كريم، يعني اشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى في حاله عم كريم. احنا بنقول عم كريم بس محتاج يا جماعه دكان صغير يسترزق به هو واسرته. تكلفه الدكان كام؟ 20,000 جنيه. هنقدر نعمل لعم كريم مشروع صغير في البيت، يبيع بسكوتات، يبيع امور بسيطه جدا، ولكن ده هيبقى مشروع حياته، مشروع يقف. الراجل عايز عمال يشاور على قلبه، عنده مشكله في القلب وعامل فيها عمليه، عايز يجيب التحاليل والاشاعات. زوجته جت تتكلم كلمتين بكت، المراه بتقول يا جماعه انا ما جيتش على التلفزيون وما سمحتش لكم بالتصوير الا بعد تعب ومشقه. مش سهل يا دكتوره. طبعا مش سهل عند الانسان الفلاح. معلش كمان الناس الفلاحين يختلفوا كل وجزئي، هم عندهم دي تعد معيره ان انا اطلع من على التلفزيون واقول لهم معلش انا محتاجه، بس ما بيعملهاش كده الا الظروف القويه والصعبه جدا. فاحنا مش عايزين يا جماعه يا اهل الاسلام يا اهل الدين بنكلمكم يعني بنداء الاخوه، مش عايزين نكسر عم كريم وزوجته مرتين، نكسرهم المره الاولى لما صورناهم
وزرعنا جواهم الامل ان احنا ان شاء الله هنساعدهم وهنسعدهم ويجي عم كريم وتجي زوجة عم كريم للاسف ونتخلى عنها. ده صعب كتير جدا جدا علينا. عايزين نكبر بحاله عم كريم وزوجة عم كريم واولاد عم كريم عشان ربنا يكبر بحالتنا في الدنيا رب. ويكبر بينا ايضا في الايه في الاخره ان شاء الله. فضيله الشيخ كارم ممدوح من رمال الازهر الشريف وبينورنا كمتحدث رسمي باسم ست فيكم الخير الخيريه، نورتنا النهارده يا مولانا. الله يبارك فيك يا رب يحفظك جميعا يا رب العالمين. اعزائي المشاهدين، قبل ما نطلع نشوف تقرير جميل قوي لازم تتفرجوا عليه بقلوبكم، هستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأراكم بإذن الله تعالى في الحلقة الجاية من باب نور. كانت معكم نانسي توفيق، وأراكم إن شاء الله على خير، وأترككم إلى التقرير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. جينا مع حضراتكم النهارده مع مؤسسة فيكم الخير محافظة الفيوم مركز إطسا قرية من قرى مركز إطسا. جينا نشوف الحاجة أم نبيل كم المعاناة اللي عايشاها وكم الأسى والوجع اللي بيمر بيها كل يوم. الحاجة أم نبيل يا جماعة لما شافتنا النهارده كأنها شافت باب للجنة اتفتح قدام عينيها. ما كانتش مصدقة إن لحد النهارده في ناس جواها خير وفي ناس النهارده بتبحث عن ناس وتساعد. لما دخلنا عليها وجبنا لها بفضل تعالى وجبة اللي تكفي أسرة كاملة فضل الحاجة فرح جدا جدا. ولما شفنا عندها البيت لينا البيت مهمش خالص، للأسف البيت ما فيهوش فرش ما فيهوش أساس، البيت عبارة عن حاجة كده هامشية، يعني للأسف أنا مش عارف هي عايشة إزاي. نسمع مع حضراتكم يعني شكوى وألم ووجع الحاجة أم نبيل ونشوف نقدر نساعدها ونساعدها إزاي. إزاي حضرتك يا حاجة؟ الله يسلمك. كل سنة حضرتك طيبة. أنت طيب. قولي للناس اللي سامعينك وشايفينك وعايزين يساعدوك محتاجة إيه؟ اللي يعني تعملوا اللي شر من إيديكم. هو البيت قديم، البيت قديم قوي والواحد خايف منه. بتحسي بايه لما المطر بتمطر؟ بنخاف بنبقى خايفين. بنبقى خايفين ليه؟ في مطر بينزل عليكم؟ ايوه. انا مش شايف عندكم في البيت اي فرش ولا اي في اي حاجه خالص. نام كده على حصيره على كنبه خشب. يا بنتي تطلبي ايه من اهل الخير سامعينك دلوقتي وعايزين يساعدوكي؟ يا ريت بيت، يا ريت بيت حتى باي بنا كده بس يكون جديد. يعني حلم حياتك بيت تسكني فيه؟ ايوه. طب قولي للخير سامعينك ولادك سامعينك. اعيش اليومين الفضل اللي في بيت امان عشان انا خايفه قوي من الشتاء ومن النطر. وايه تاني؟ ايه تاني محتاجاه؟ مش عاوزه حاجه. الحاجه يا جماعه كم الالم يغلب على لسانها، بتقول يا اهل الخير انتوا شايفين وضعي وشايفين حالتي. بتقول انا محتاجه بس بيت اعيش فيه في امان. كلمه مش سهله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا من عاش ومن بات امنا في سربه. الحاجه ام نبيل يا جماعه لم تشعر بهذا الاحساس. ولم تشعر بهذا الامان. بتقول يا اهل الخير يا اللي جواكم خير يا اللي ساعدتوني النهارده وجبت لي الوجبه الجميله دي، انا محتاجه منكم طلب واحد. محتاجه ايه يا حاجه؟ محتاجه بيت اسكن واشعر فيه بالامان. محتاجين اهل الخير ينظروا للحاجه. ثمن البيت يا جماعه في الارياف ثمن رخيص جدا جدا ب 100,000 جنيه. تستطيع ترسم البهجه والفرح والسرور على الحاجه ام نبيل. الحاجه ام نبيل ست ارمله عندها ايتام، ست بتجاهد مع الحياه، يوم تاكل ويوم ما تاكلش، يوم تنام ويوم ما تنامش. محتاجه مننا نظره رحمه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنه يا جماعه لامراه تسابق رسول الله في ان تدخل الجنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال هذه امراه أرملة وقفت على أولاد أيتام فشغلت بها نفسهم. احنا محتاجين كلنا نشغل نفسنا يا جماعة بالحاجة أم نبيل ونمسح الدمعات من على عيونها ونرسم الفرح والبهجة والسرور على وشها الجميل السمح ده. محتاجين معاكم مع مؤسسة فيكم الخير، كلنا فينا الخير، محتاجين نسقط هذا الخير على أرض الواقع مع مؤسسة فيكم الخير. مؤسسة فيكم الخير بدعمكم هنساعدهم، بإيديكم هنوفر لهم حياة. مؤسسة فيكم الخير، الخير منكم وليكم. ساعة الف